حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم العربي بيت للكل. هناك من يتركها أثر لو قلبت أنظارنا الصور، وهناك من يبحث عن شبيه بالحرف بالميدان بالوتر. وها نحن اليوم من خلال برنامجنا العربي بيت للكل نتواجد في عراق العراقة والحضارة والأصالة والثقافة والفنون. خلوني قبل ما نبدأ بمحور حلقتنا لهذا اليوم أرحب مو بضيوف برنامج بيت للكل، هم أهل العراق، زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل، الدكتورة لنا والأستاذ خالد والأستاذ شافكي. مساء الخير عليكم، نورينا اليوم في بغداد والعراق، وخاصة نحن نتواجد اليوم في القصر العباسي، هذا القصر اللي تشمون رائحة عبق التاريخ وكل الأشياء القديمة اللي موجودة داخله، هذا اللي يذكر التاريخ بأن هو في وقت الناصر لدين الله. يعتقد البعض بأن هو قصر، والبعض الآخر يعتقد بأن هو مدرسة، كانت للمدرسة لدراسة يعني الفقه الشافعي. فكل هذا القدم اللي شاهدوه هو عبارة عن لوحات تشكيلية وأقواس بغدادية، بالإضافة إلى جماليات هذا المكان اللي راح أترككم من خلال برنامجنا بيت يعني للكل. يعني كان الإمام الشافعي هنا؟ الدراسة من خلال الفقه في هذا. طبعا يعتبر بوجود محراب واحد في باقي المدارس، إذا تعددت أكثر من محراب تدرس بالفقه الجعفري والشافعي والحنبلي وكل الأشياء، لكن في هذا المكان حسب التاريخ يوثق بأن هو كانت للمدرسة الشافعية. نعم نعم، يعني أحمد أولا شكرا لهذه التجهيزات والتحضيرات اللي واضح، وأكيد المشاهدين لامسينه أنه كم هذا اللوكيشن عم بيعطي العبق والحضارة والتجهيزات اللي مجهزينها. هذا المكان عندما نتحدث عن العراق نتحدث عن الشموخ يا أحمد، وعندما نتحدث عن شعب صامد وشعب لديه إرادة قوية فإننا نتحدث عن العراقيين. فتحية لكل أهل العراق من هذا المكان الرائع اللي فيه عبق التاريخ والحضارة. فبنتمنى إن شاء الله أكيد اليوم راح تكون حلقة مميزة من بيت للكل. إن شاء الله وجودكم. إن شاء الله. يعني امتداد لما قالت لنا، يعني سحر المكان طغى على سحر اللغة مع كامل محبتنا لمعدنا الجميل صاحب اللغة العالية، لكن هنا ونحن في حضرة المكان المغرق بالرمزية العالية سندعو المكان الليلة يبوح بمكنوناته. من هنا من الأرض الرافدين حيث الحضارات الأولى والرسالات الأولى نبرق لكل مشاهدينا في الوطن العربي ونقول لهم مساء الخير. مساء النور. الحقيقة يمكن والزملاء يتحدثون العين لازم تجوب كل هذا المكان. خلينا نقول لكل مشاهدينا في كل مكان، إذا كنا نذكر بأننا في أرض الكنانة ومع هذا التاريخ، عندما تدخل إلى هذا المكان اللي أخذ منه الأدب وأخذ الكثير كي يكتب منه، ولكن ها هو التاريخ يحكي وسيظل التاريخ يحكي، وإذا غابت الكثير من الحقائق تظل الحجر يحكي عن تاريخ كان هنا عظيما كريما مليء بالثقافة والحضارة والفنون والفقه والمذاهب المختلفة زي ما حكيت. يعني أنا يعني أشعر وكأن سيأتي الشافعي والحنبلي وكل من كان، كأن الأصوات ما زالت موجودة. خلونا نبدأ هذه الحلقة الكريمة. المكان حقيقي بتفق جدا مع خالد وبحييه اللي بينضم معانا النهاردة في أسرة مذيعين بيت للكل، منور من أرض فلسطين يعني. أستاذ خالد العظيم اللي أيضا له ركن كبير في البرنامج يعني. وسنبدأ لأن إحنا أمام هذا المكان الجميل وهذا العبق. الحقيقة مش عايزين نتكلم، إحنا عايزين ندي الفرصة لأحمد يحكي ويقول ونبدأ معاه. طبعا أنا أشكركم على كل الكلمات اللي قلتوها بحق العراق. حقيقة العرب لهم معزة خاصة بالنسبة للعراق، إن كان على صعيد أردن النشامة أو فلسطين، هذه الأرض المباركة المعطاءة بكل تفصيلاتها وجماليات الحياة اللي دائما دعواتنا كعرب هي قضيتنا الأهم، وأيضا مصر الحضارة والفنون والثقافة اللي رفدت العالم العربي بالكثير من التفصيلات المهمة، اللي هذا الامتزاج العربي الحقيقي بين هذه البلدان، وهذا البرنامج اللي يمثل يعني إضاءة مهمة للوحدة العربية. خلونا أنا وياكم نستمتع بقليل من التفصيلات خاصة بمحور حلقتنا لهذا اليوم من خلال سحر هذا المكان اللي الزملاء تحدثوا به عن تاريخ وعبق وكثير من التفصيلات المهمة. نشاهد سحر هذا المكان، سنذهب إلى سحر آخر
هو سحر الفن التشكيلي الذي يعتبر الفنان العراقي صاحب الريادة. حتى التأثر الأوروبي كان تأثر كبير بالكثير من الأسماء العراقية، عندما نذكر الأسماء المهمة التي شيدت ونصبت الصروح وخلت الشواهد في كل منطقة من مناطق بغداد والعراق والمحافظات بصورة عامة. هناك أسماء مضيئة كانت هي المسار الحقيقي لكثير من المدارس التشكيلية. خلينا نتابع هذا التقرير عن الفن التشكيلي العراقي وبعدها نكون متواصلين. الفن التشكيلي العراقي، عندما تسمع هذه الجملة وهذه الكلمات فإنك بالتأكيد ستستحضر تاريخا كبيرا لهذا الفن العريق. والمعارض الفنية التشكيلية ما هي إلا أرشفة لهذا الفن، لما تحمله من قصة عراقية بغض النظر عن السوداوية التي تحملها بعض العناوين، فامتداد الماضي التشكيلي مهم ويشير إلى أن المساحة اللونية على المربع الصغير هي طلاسم تحتاج إلى ترجمة، نتركها لعقل المتلقي الوسيط بين الإنسان العادي والمثقف. وبالتالي فإن الفنان يسعى دائما لخلق مساحة متقاربة بينه وبين المتلقي. فلو تكلمنا قليلا عن الذائقة الفنية ومدى مقبولية الفن بشكل عام والفن التشكيلي العراقي بشكل خاص لديه، فإننا سنصطدم بعوارض أهمها العارض الديني والسياسي والإنسان البسيط والمثقف. كل هؤلاء لهم دور في تطور الفن التشكيلي العراقي، ولهم رأي أيضا في إنتاج عناوين اللوحات. اليوم وبعد التعثرات التي لاقاها الفن التشكيلي، إلا أن هناك خطوات جيدة للنهوض به عبر إنشاء قاعات العرض والبحث عن الفنانين الذين لهم القدرة على أن يضع جانبا من التاريخ العراقي وحضره داخل إطار مختصرا هذه الحقبة أو تلك بعدة ألوان اختارها الفنان لتكون عنوانا للوحته. لبرنامج بيت الكل، أركان الجابري، بغداد. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بيت الكل، من هنا من عاصمة الثقافة والحضارة والتاريخ، من بغداد العروبة. ضيفنا في هذه الحلقة النحات الأستاذ نداء كاظم. أهلا بك سيدي ضيفا كريما في هذه الحلقة من بيت الكل. قبل أن نبدأ بالتعريف عليك وعلى منجزك الثقافي والحضاري، أود أن أسألك، العراق تشكل عبر الأزمنة من هذه الفسيفساء مجموعة متعددة من المنابت ومن الثقافات المختلفة، هذا التعدد كيف أسهم في تميز النص العراقي، إن كان تشكيل، إن كان نحت، إن كان سينما، إن كان مسرح، إن كان رواية، إن كان شعرا؟ استمر الفنان العراقي أن يضع بصمة بالفن، يعني خصوصية عراقية. بدأ يأخذ من الفن السومري والبابلي والآشوري والفنون الإسلامية ويضيف إلى الفن الجديد، فطلعت مدارس متعددة، تأثيرات متعددة، وبدأ الفن يأخذ طابع إلى شخصيته. ولذلك بدأ الفنان العراقي يؤثر بالفنون الأخرى، يعني بالدول الصديقة والقريبة، وخاصة دول الخليج والمغرب العربي. طيب أنا الحقيقة مستمتعة، واسمح لي وحضرتك بتسرد لنا يعني هذه التجارب. يمكن وحضرتك تتكلم عن الفنان العراقي، عيني على طول لازم تشهد هذا المشهد من النقوش على الحجر بهذه الطريقة وهذه المقاسات. يعني كان الفنان العراقي ينقش على هذا الحجر بعلم ودراسة وتاريخ ودراسة مقاسات، يعني فيها هندسة معمارية مع فن تشكيلي. يعني هل هذه التجارب الحقيقية من حولنا إزاي تم الاستفادة منها وحضرتك بتكمل في المناطق العربية وبلداننا العربية المختلفة؟ ما بشك نشوف أنه هنا مدرسة
المدرسة البغدادية في العمارة لها خصوصيتها. لو تشوفون جامع مرجان وبعض المساجد قريبة من شارع الرشيد تشوفون نفس الطراز نفس الأبواب. والمدرسة المستنصرية ما بشك هذه إلها قواعدها وإلها يعني المختصين بها، وكانوا يضعون دراسة مو عفوائي، يعني مو هذا مو فنان بدائي مو بناء بدائي، وإنما عن دراسة عن دراسة وعن تأثير وعن وكلها حسابات. نشوف هذا الزخرفة ضمن حسابات هندسية دقيقة، مو بهذه السهولة تجي لو ما كان هناك واضح جدا مخطط تطابق في كل ركن. وكأنه يعني أخذ الحجر يعني أقام المسألة ثم أعاده مكانه، فكان التطابق يعني غير طبيعي. هذه يشتغلوها قطع قطع صغيرة ينحتوها من الطابوق، يعني ينجرون الطابوق وينحتون به قطع قطع وبعدين يجمعوها بعدين تتجمع. يعني هاي الأقواس تتجمع بعد أن يعملون المفردات مالتها ويجمعوها تصير هاي الصيغة، تصير الأقواس والقباب وكل شيء. يعني نتيجة دراسة واعية ومن يعني مجموعة دراسات، مو دراسة واحدة، مجموعة دراسات إلى أن توصل لهذا. يعني تجارب عندهم عالية الدقة، ولذلك إجت هذا يعني البناء إجى بهذا الشكل المميز اللي ما إلى شبيه. نشوف بالشرق وخاصة إيران وتركيا فيها كثير من المساجد والأبنية الجميلة جدا، ولكن الطابع المغولي يأثر عليها أكثر من الطابع الإسلامي. والطابع المغولي أيضا إسلامي، يعني نشوف هسه مثلا في الهند مثلا هذا القبر المتأثرين به، يعني المغولين هم يشتغلوا، المغول يشتغلوا الفنان المغولي. استاذ نداء عذرا على المقاطعة، حقيقة هذا الكلام اللي حضرتك تتحدث به أخذنا ويا سحر المكان بالتشكيل بالطراز المعماري البغدادي. حضرتك تحدثت عن المساجد اللي موجودة في بغداد وخاصة مناطقنا القديمة الشعبية. إذا عدنا أيضا إلى جماليات الفن التشكيل العراقي، ذكرت حضرتك أسماء كثيرة، من تميز برسم الخيول، ومن تميز في المدرسة الانطباعية، ومن تميز في المدرسة الواقعية، وكثير من المدارس الفنية التشكيلية. وبين فترة وأخرى نسمع عن كثير من مدارس مستحدثة. نتحدث عن الفن التشكيلي العراقي، هل لدينا مدرسة بحد ذاتها تسمى بالمدرسة التشكيلية العراقية؟ الحقيقة الفنانين العراقيين اشتغلوا من الأربعينات إلى الآن، وكان ملك الفنانين هو فائق حسن طبعا، وهو اللي عمل دراسة للخيول وعمل دراسة للمنظور الفني بشكل جيد. ولكن جاء حافظ الدروبي اشتغل البورتريت طبعا، حافظ الدروبي اشتغل البورتريت، اشتغل الفيجر، بدأ يشتغل عليه. هما ما يخلون من تأثيرات. حافظ الدروبي درس في إيطاليا طبعا، وفائق حسن درس في فرنسا. لكن جواد درس الفن في بريطانيا. فنشوف هما إمكانياتهم عالية جدا ودقيقين جدا، وحاولوا جميعهم أن يوصلون هاي التقنين والإمكانيات اللي عندهم إلى إنتاج فن عراقي. بدأوا يعملون على مدرسة بغدادية، مدرسة بغدادية، وبالأخص جواد سليم. جواد سليم، ونشوف هاي بأعمال جواد بال سحر رسم الإنسان والأرض
ونشوف كثير من هاي المفردات في نصب الحرية. صح. ونشوف شغل جواد ب آكرين الرقي. نشوف الطابع اللي به تأثيرات الواسطة. ما بيشك الفنان يجب أن يأخذ من القبلة، هو هذا من حقه، ولكن لما يحاول أن يصيغه إلى صياغة أخرى تمشي مع الاتجاه المجتمع العراقي. عند ذلك نقول وصلنا إلى مدرسة بغدادية جميلة. طبعا. نعم أستاذ نداء، يعني نود أن نقول بأنه الفن التشكيلي العراقي هو فن له خاصيته، له مميزاته، معاييره تختلف عن باقي المدارس الأخرى. لكن ألا ترى بأنه على سبيل المثال أنه الفن التشكيلي العراقي قد يلتقي أو قد يكون هنالك نقاط التقاء بينه وبين على سبيل المثال فن تشكيلي في أي بلد من العالم؟ هل هنالك نقاط التقاء فعلا؟ هو هي هاي يعني هنا تكمن المسألة، أنه الفنان العراقي حاول يميز عمله بماذا؟ بالشكل، بالعيون، بالفجر خصوصية، بالطبيعة، يأخذ من البناء، مزج هذه مع الأسلوب الفني المتقدم، هو مزج هذه المسائل فظهر طلع عنده فن بغدادي، فن عراقي مخصص بعد أن ومميز يعني. نعم بدأ يصير يأخذ تمييز، بدأ يختلف عن الفن الأوروبي. صح احنا تأثرنا بالفن الأوروبي أكثر، بعض الشباب درسوا في الاتحاد السوفيتي. نعم. ولكن الفنان الأوروبي كان أكثر تقنية، أكثر استجابة يعني للون، فالتأثيرات الأوروبية الفرنسية والبريطانية والإيطالية كانت أكثر من تأثيرات الفنان الروسي. نشوف عندنا هسه فنانين لا يزالون يتبعون دراستهم لفائق وجواد وحافظ الدروبي وعطى صبري وخالد الرحال وآخرين، أسماء كثيرة للأسف غادرونا مبكرين. نعم. مع الأسف. والآن يعني في أجيال تكمل دراستها على ذاك التاريخ الجميل. نعم نعم. جميل قبل جدا. أن نبدأ باستعراض تجربتك الخاصة، هذه التجربة الإبداعية الغنية التي أثرت المشهد النحتي والتشكيل العراقي ومن ثم العربي، أشرت قبل قليل إلى أن ثم من تأثر بخطابنا النحتي والتشكيلي وخاصة أوروبا، طبعا هم تأثروا بالحضارة المصرية والفينيقية، لكن للتجربة للتأثر في المشهد النحتي العراقي تمت خصوصية بالغة على نحو خاص. لو أردنا أن نحن أن نضيء على هذا التأثر، ومن حقنا لأنه الأوروبيون ينكرون علينا تميزنا وإبداعنا وكل منجزنا الثقافي والمعرفي والإنساني على عبر الأزمنة كلها، كيف وين يعني مثلا أين يكمن هذا التأثر ملامحه؟ يعني هسه إذا تسوي دراسة إلى النحات البريطاني هنري مور، تشوف أعماله كلها شرقية. هنري مور أعماله كلها شرقية، خاصة أخذ من التماثيل السومرية وأخذ من التماثيل الفرعونية، وتأثر كثير بالمومياءات. وحتى الفنان الفرنسي لو نشوف رودان عنده كثير من التأثيرات بالفن المصري القديم. احنا الآن يعني كانت القضية معكوسة، يعني تأثرنا بيهم وبعدين رجعنا إلى أصول، لأنه ما كان عندنا مدرسة
اللي تهتم بهذه الدراسات، ولذلك فضلنا أن ندرس ثم نرجع إلى تأثيراتنا القديمة. الآن أكثر الشباب يسوون دراسة إلى الفن السومري أو الفن الآشوري، تأثيرات كثيرة بالفن السومري والآشوري. والفنان الأوروبي نفسه كثير أخذ من الفنون مصر القديمة، وحتى العمارة يعني البترة عمل منجز رهيب، كثير تأثروا به بالعمارة. حتى العمارة الحديثة إن اللي نسوي دراسة عليها نشوفها بها تأثيرات كثيرة من العمارة القديمة، ومن حقنا أن نباهي حقيقة بمنجزنا المعرفي والحضاري. نحن إلى فاصل ونواصل هذا الحوار مع ضيفنا النحات المعروف الأستاذ نداء كاظم. مشاهدينا أهلا بكم مرة ثانية في بيت للكل، نحن معاكم في هذه الليلة الجميلة من العراق، من بغداد، من القصر العباسي، وفي ضيافة النحات والفنان التشكيلي نداء كاظم. مساء الخير يا فندم مرة تانية، وما زلنا نحكي معك الحكايات. ما هي يعني أنا عايزة أعرف العراق، ما هي العراق، تجربة العراق في الحفاظ على كل هذا الجمال؟ بالحقيقة العراق بدت الدراسة في بعد تشكيل الدولة العراقية، يعني بعد سقوط الدولة العثمانية بدأت تشكل الدولة العراقية، فأسست كلية الطب والهندسة، وكلية الطب كان الأساتذة يدرسون فيها بريطانيين، والمهندسين في كلية الهندسة قسم إيطاليين وفرنسيين وأجانب، يعني إلى أن بدأت أول دفعة من الشباب العراقيين يتخرجون وبدأوا يكملون دراستهم في أوروبا، ولذلك هاي النخبة حافظت على كل هذا المنجز الفني وحاولت أن تأخذ من عنده الكثير. نشوف الآن العمارة العراقية، الفن العراقي، نشوف الدراسة اللي تمت، يعني رفعت الشاردرشي مهندس عراقي إلى بصمات جميلة جدا في 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 البناء العراقي، يعني حاول أن يعيد الزخرفة والرياجة الإسلامية إلى العمارة العراقية الحديثة. تمام. وقحطان المدفعي وقحطان عوني وكثير من المهندسين يعني، وآخرهم زهى حديد. المهندسة اللي طبعاً المشهورة. مهندسة البارعة. فهذا هاي الجيل حافظ على وكانوا كلهم فنانين تشكيليين. صحيح. يعني أكثرهم يدرسون الفن التشكيلي، يعني رسامين ونحاتين. نشوف التأثيرات بالمدرسة العراقية القديمة أخذت بالعمارة وبالفن وبالنحت وبالرسم، ونشوف نصب الحرية في تأثيرات آشورية كثيرة. هذا النصب صمم الجدار ماله رفعت الشادرشي، أخذ التصميم من المظاهرات اللافتة، المتظاهرين عندما يرفعون اللافتة أخذ هذا الجدار من اللافتة، والنحت إلى جواد سليم أخذ المنحوتات الآشورية وحولها إلى منحوتات عراقية. فهذا الحس الموجود عند الفنان العراقي والمهندس العراقي برسم طابع بغدادي عراقي هو اللي خلى يعني كثير من الشباب أن يتأثرون بهذه المدرسة. أستاذ نداء، حقيقة إحنا متواجدين في هذا المكان وفي حضرة حضرتك حقيقة صاحب المنجز الكبير، حقيقة يمكن نطلق مدرسة مهمة على أعمالك النحتية اللي في كل محافظة من محافظات العراق لك
شاهد يتحدث عن نداء كاظم. اليوم أتحدث عن قضية مهمة. عام 1970 حضرتك أيضا معمل لصب البرونز. هذا المعمل شنو اللي أضافه لأعمالك النحتية أو النحت بصورة عامة في العراق؟ إحنا ما كنا نصب برونز. ما نستطيع نصب. ما تستخدم البرونز بال. ما نصب. كنا نعمل تماثيل نصبها بإيطاليا أكثر شيء. في إيطاليا نصبها. لأنه أكثر النحاتين درسوا في إيطاليا. فيروحون إلى إيطاليا. ميران السعدي نحات جيد. كان يقضي الفترة العسكرية بالدفاع. فعمل تمثال للجندي العراقي فراح يصب بإيطاليا فرجع للعراق جاب بالمادة اللي يصبون بيها يعني التراب الناري من إجا سوال دراسة هنا شفناه مادة سهلة وبسيطة هي مطحون من الطابوق من نفس الطابوق يعني هذا الطابوق يطحنوه التراب ما لا يصير تراب حراري فبدأ يشتغل تعلم من عند إسماعيل وأنا كذلك تعلمت من عنده وبعض النحاتين آخرين تعلموا فبدينا نصب تماثيلنا بإيدنا ببيوتنا يعني بالبيت بالاستوديو الخاص مالنا إلا أنه أعمال صغيرة أنا كنت موظف بوزارة الإعلام في كولبنكيان فكان نور الراوي الله يرحمه كنت أتحدث منه أنه ليش هاي الجهود مالتنا من الجماعة ونسوي لنا فت فندرية كبيرة استوديو كبير فنقل هذا الحديث إلى شفيق الكماري كان بوقتها وزير الإعلام فأجى شفيق الكماري إلى كولبنكيان التقيت أنا وياه بقينا نحكي على فقال لي ايش قد يكفينا يعني قلت له يعني مبلغ بسيط فالمهم اعطاني هو المبلغ ورحت سويت افران اثنين وامانه العاصمه اعطتنا المسبك اللي هو بالشيخ عمر وبنينا الافران واول تجربه عندنا كان تمثال كهرمانة طبعا صبينا تمثال كهرمانة وراء صبينا تمثال بدر شاكر السيارة والفراهيدي وأبو تمام وأبو جعفر المنصور وتمثال تماثيل أخرى هواية يعني بدينا نصبها الوحيد بينا محمد غني إلا يريد يطلع برا يصبها ما يصب العراق بالإبراد هو صب مكره يعني بس هو كان يفضل يعني أساس التماثيل مالته بالفندق هذا اللي يم قاعة المؤتمرات هذه صبها بإيطاليا مو داخل العراق التمثال اللي بفندق شيراتون سواه بإيطاليا نعم ما عدا تمثال شهريار شهرزاد صب هنا بالداخل العراق فبدينا نعمل يعني بدينا نعمل بشكل إلا أن هسه الكادر الفني مو بذاك المستوى ولذلك ما قاعد يصير إنجاز جيد نعم. طيب أستاذ نداء الآن لكل شخص فينا أيا كان عمله أيا كانت هوايته حرفته في شيء تربطه بينه وبين المادة اللي بيتعامل معها على سبيل المثال إحنا يعني كمذيعين لما نتعامل مع برنامجنا فكل مذيع بضل هذا البرنامج فيه له روحه فيه وفي علاقة روحية بتربطه فيه صح. الآن القطعة اللي بتنحتها كيف بتوصف لنا روحك كيف بتنعكس على هذه القطعة كيف بتتعامل معها كيف بتتلمس هاي القطعة كيف بتعني لك هاي القطعة لأنه في النهاية بتربط علاقة روحية بين الفنان بين القطعة اللي بيشتغلها فبتنعكس روحه عليها نعم طبعا هي هذا العمل الفني ما يأتي بسهولة يعني احنا ننحت التمثال ولكن نمر بمعاناة أثناء العمل وأنا أبقى متعلق بهذا العمل
لأن أبدي يصير عندي حب له. أنا أحتفظ بكثير من الأعمال الجبسية في الاستوديو مالي اللي منجزها واقتنوها آخرين، بس أنا أحتفظ بالنسخة الجبسية عندي تبقى عندي. ويوميا يعني أنا يوميا بعد الفطور أدخل إلى الاستوديو أخذ فنجان القهوة بالاستوديو مالي وظل أطلع على كل الأعمال، أراجع الفترة اللي اشتغلتها بيها. يعني عندي تماثيل، تمثال علي الوردي، زهى حديد، الجواهري، أصدقائي رشد العامل، سعد يوسف، كلهم أطلع فيهم. هم كلهم توفوا ولكن أنا أشاركهم بالاستوديو الحياة وبنبض جميل يعني لأن أحبهم. نعم. الآن اتحاد الأدباء كثير من الأدباء اللي أنا ناحتهم عرضهم في متحف الأدباء في اتحاد الأدباء العراق، فتبقى العلاقة وحب لأنه هو منجز تماما. يعني أنا أعرف عندي صديق يكتب قصة، توفى الله يرحمه، عبد الملك نوري. هذا كان بعد أن يطبعون الرواية مالته يأخذها من السوق ويقرأها من جديد. يا الله. يقرأها بعد أن يكملها وتطبع وتنزل كتب فيه. من باب التلذذ فيها ولا من باب؟ من باب التلذذ فيها، يشوفها مطبوعة وبصيغة أخرى جميلة، التصميم الغلاف، ويظل يقرأ بيها. بعين القارئ يراها. بعين القارئ. تتحدث بالكثير من الحب عن بعض منجزاتك، ضربت لنا بعض الأمثلة، لكن من بين ما تفخر به ونحن نشاركك الغبطة والفخر أيضا تمثلا السياب والفراهيدي مع حفظ الألقاب. نعم. أبو تمام. ماذا وكذلك أبو تمام، ماذا أضاف لك هذا المنجز بالمعنى المهني، وهل من جديد لا نعلمه؟ أنا عندما كلفت بتمثال بدر شاكر السياب بال61 70 كلفت به من قبل وزارة الثقافة. بدر شاكر السياب كان شاعر لغز، شاعر محدث، وهو وضع البصمة للشعر الحر في العراق وفي العالم العربي. وهو كان إنسان صعب جدا، إلا أنه أنا التقيت وياه في أيام الصبا، كان يدرسنا اللغة الإنجليزية. الله الله. فعندما رجعت بالتاريخ وكنت أتابعه، هو كان مريض، أصيب في مرض ضمور العضلات، وهذا المرض طول عنده يعني سنين. هو ضمر جسده تماما ولكن عقله بقى متفتح. فمن سويت الدراسة إلى التمثال شفت أنه إنسان كان قلق بالحركة وقلق في الإحساس. فلو تشوف التمثال بدر شاكر تحس بي أنه يريد يقع، لأنه عملته. أنت أظهرت ذلك في في المجسم. نعم. يعني هذه نبوغة طاغية صراحة. نغبطك أيضا. طبعا كتب شاعر عن نفس الموضوع من شاف الميدان، قال قلق تمثاله، ضعف تمثاله من قد ما قلق على الناس. طبعا أحد الشعراء زملائنا جليل صبيح. أكيد أستاذ نداء، أنا عايزة الحقيقة يمكن لأني أنا مصرية وتربيت على الحضارة والفنون التشكيلي في كل مكان في مصر، ولكن وأنا موجودة هنا أحس أنه هناك الكثير من العوامل المشتركة والإرث التاريخي والفني بين العراق وبين مصر. ما هي العوامل المشتركة ما بين الحضارتين وهذا عبق التاريخ اللي بنشوفه بشكل جميل؟ يعني من زمان الحضارتين كانت تلتقي، من زمن الفراعنة والسومريين، ويقال إنه المعتصم
أصاب في مرض فلم يشفى منه إلا جابوا له دكتور من مصر، جابوا له طبيب من مصر. فشنو العلاج ما أعطى؟ الملوخية. عملوا للمعتصم من هنا ما هي كان المفروض اسمها ملوكية. ملوكية أيوة من هنا كان. والآن نجد الملوخية تزرع على ضفاف دجلة من سامرة إلى بغداد، من طبيعة تطلع لأنه هو زرعها المعتصم، زرع الملوخية. يعني الملوخية طبعا شيء في العراق من قبل تمدونا بالعلاج. فإحنا بعد كده يبقى إحنا محتاجين طبق ملوخية. اسمح لي كده ناخد فاصل ونشوف موضوع الملوخية المصرية وإزاي قدرت تكون موجودة. فاصل قصير نعود ونستكمل معكم الحقيقة، يمكن سحر المكان يخلينا نقول لكم عودوا إلينا بعد قليل. رجعنا معكم مشاهدين لإكمال حلقتنا من برنامجنا العربي بيت للكل، ونحن نتحدث عن الفن التشكيلي العراقي في رحاب وضيافة الفنان التشكيلي الكبير نداء كاظم. نمسي عليك بالخير مرة أخرى أستاذ نداء. حقيقة من خلال السرد مع الأساتذة في حديث عن الرواية، هل هناك قصدية لبعض النحاتين في العراق لإبراز نصب معين أو تمثال معين كوثيقة تاريخية للتاريخ تحكي قصص، بدل أن نقرأ الرواية نشاهد نصب معين نفهم القصة، مثلا شهريار وشهرزاد، الأربعين حرامي، كثير من التسميات والتفصيلات المهمة، هل كانت هناك قصدية من الفنان التشكيلي العراقي؟ بالحقيقة قليل من الفنانين اللي لجأوا إلى هذا المسائل الشعبية، خاصة محمد غني. يعني محمد غني سوى كهرمانة وشهريار وشهرزاد، سوى هذا صياد السمك ما ادري شنو اللي هي بالفندق. ولكن بعض الفنانين يلجؤون الى هذا التراث، مو الكل يعتمدون، البعض. يعني قلت لك تاثيرات الفن المعاصر على الفنان العراقي خاصه التاثيرات الاوروبيه كبيره. فاحنا اللي جئنا الى الفجر ان نصنع فجر من عندنا، يعني مو فشي مصنوع وانا اجي اعطي صياغه اخرى. يعني محمد غني سوى التمثال كهرمانه، ولكن هي القصه انه كهرمانه هاي الخادمه اللي كانت عند سيدها وجابت الدهن وسكبت على ذول الأربعين حرف. طبعا فهي هذه يعني قصة مسرودة. هو إجا جسدها بصيغة هو يفهمها فوصلها للناس. أنا أعتقد يعني أنا ما لجأت إلى هذا الأسلوب أبد. أنا اشتغلت يعني أبو تمام. أخذت أبو تمام بس تأثرت بالأزياء العربية الإسلامية. العمامة مال أبو تمام، العباية. أبو تمام كان عايش في الموصل. وهو من أصل سوري. أبو تمام سوري، والسوريين يدعون فيه والعراقيين يدعون فيه. السوريين يقولون هو للعرب جميعا. للأسف داعش فلش التمثال أبو تمام، لأنه اعتبره هذا منكر. ومن التماثيل الجميلة جدا نعتز بها 5 متر الارتفاع ماله. فيلجؤون بعض الفنانين الآن يسوي مسائل شعبية، يسوي مثلا مشحوف، يسوي يعني من هاي المسائل الرمزيات اللي موجودة. بس مو دائما هي تلقي استحسان. يعني الآن هاي المسائل اللي سواها محمد غني تمثالين ثلاثة، يعني اجى لها صدف كان في الفن النحت العراقي حتى عربيا وصلت. نعم؟ بسبب عربيا وصلت بسبب قصتها معروفة بالضبط.
نعم. أستاذ نداء، الآن يمكن شافكي سألت سؤال إنه شو العلاقة اللي بتربط حضارة النيل وحضارة مصر بالحضارة والفن أيضا العراقي، لأنه إحنا أصلا هذا برنامجنا هو جسر محبة، فبمر من مصر، مصر هذا الجسر يمر في العراق، ومن العراق يمر للأردن، الأردن إلى فلسطين الحبيبة. الآن برضو أنا بدي أسأل عن عن الأردن. الآن الأردن أيضا فيها حضارة، ماذا تقول في حضارة الأنباط، الحضارة الرومانية؟ الآن هذه الحضارة أيضا ما هي يعني الأمور والمعايير المشتركة بينها وبين الحضارة العراقية، وأنا أتحدث عن الفن طبعا. يعني أنا رحت للمتحف بالأردن، شفت مسائل كلش قريبة من المتحف العراقي، خاصة شفت العمليات الجراحية اللي كان الطبيب الأردني اللي يجريها، شفت بعض الجماجم مثقبة ومكتوب عليها أنه هذه إجراء عمليات نزف في الدماغ أو أمراض في الدماغ كثيرة، وشفت يعني هذا موجود عندنا، وشفت الآثار في الأردن، صح تأثيرات رومانية، تأثيرات إغريقية، المسرح الروماني، ولكن أكو النفس يعني البترة مو رومانية، أنبار نعم شايف؟ فتشوفين الخصوصية بالبترة ما موجودة بأي أثر لا في العراق ولا في مصر، مو تمام؟ البترة بها خصوصية جدا جميلة، وأنا مرتين رحت لها، لأنه كل مرة أريد أستذكرها، بها جمالية عالية جدا. وهو العمل المعماري كان لغرض معين، لحاجة معينة، ولكن الآن أصبحت تاريخ وأصبحت تراث. صحيح. أشرت قبل قليل أستاذ الكريم إلى أن بعض المهندسين العراقيين برعوا في حقل الهندسة وتميزوا على المستوى العالمي. نعم. ما الذي يضمن لنا بقاء غير قلق لهذا الفن؟ وهل يضمن لنا ذلك الأكاديميات والكليات، كليات الفنون الجميلة؟ هل نتحدث عن محاضرين كفؤين قادرين على إبقاء هذا الفن في طليعة المشهد؟ وبالحقيقة في العالم كله هذا يصير هبوط يصير صعود. متى يحصل الهبوط؟ عندما لا يوجد من إنسان مبدع يصبح هبوط، وعندما يتوفر المبدعين والمبدعين قليلين يصبح بمستوى عالي. الآن نشوف كم مهندس مبدع مثل زها حديد عدة في العراق، رفعت شادرجي، قعطان مدفعي قلت له، وآخرين مهندسين معماريين جيدين ولهم بصماتهم. يعني نشوف هسه بعض الأعمال ما رفعت موجودة، و قحطان المدفعي وبعض القصور بزمن صدام بنيت، بعض المهندسين الآن موجودة في الجامعة الأمريكية، نشوف القصور اللي بدأت مهندسين عراق. هذا العمل الفني عندما يتوفر المبدع يصل للدراسة ويكمل يبدي يرتفع بالمستوى العمل ماله. زها حديد، كم امرأة مثل زها حديد؟ هي الوحدة راحت في لندن، ثقفت، درست، تعلمت، تأثرت في تاريخها الحضاري، بدأت تبدع مسائل بيها تشكيل وبيها عمارة جميلة جدا. الآن يعملوا لها البنك المركزي العراقي في بغداد.
أستاذ نداء، يعني حضرتك الكلام اللي بتقوله كلام رائع، بس خليني أسأل حضرتك من واقع هذا الجمال اللي احنا موجودين فيه هذه الليلة، هي فكرة تسويق الجمال، هل هناك يعني ترى أنه نحن بحاجة هذه الأيام وأن نسوق هذا الجمال؟ لأن احنا لا نسوق جمال فني تشكيلي فقط، نحن نسوق التاريخ والحضارة ونتمسك به. بالحقيقة نحتاج إلى إعلام جيد ومؤرخين جيدين لحتى نستطيع أن نطبع شيء عن هذه الحضارة وعن هذا المنجز من أجل أن يشوف العالم من يقرأ. إحنا ما كان عندنا شيء مقروء ولا شيء مرئي، ولذلك شوفين المتاحف اللي عندنا يعني حديث عمرها حديث يعني ما تتجاوز 50 سنة. بدينا نهتم يعني الآن أعظم بوابة موجودة بوابة عشتار هي في ألمانيا، في حين ما عندنا إحنا. أيوة. ما عندنا نسخة منها. كان وزير الثقافة الله يرحمه توفى، طالبهم للألمان أعطوا قطعتين لأسد وهذا حيوان خرافي من السيراميك هاي زايدة عندهم، فتفضلوا علينا أعطونا إياها. يعني إحنا ما نعرف شنو عندنا برا، كمان المفروض نروح ننقب عليها ندور عليها. صحيح. هذا البرة نحاول ولو نعمل مطبوعات به. صح. ونثبت نثبت يعني تبعيته إن يعني الآن مصر أحسن من عندنا بكثير. بكثير أحسن من عندنا، ومع هذا هي الآثار المصرية هم منهوبة، هم موجودة في فرنسا وموجودة في طبعا. ولكن على طول في بحث واسترداد وهنا تدخل اليونسكو، هل هي تسجل هذه الآثار فيبقى في أحقية الطلب؟ ما 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 في ما يعطوا يعني كان أعطوا الموناليزا كان أعطوها إلى إيطاليا طبعا. الموناليزا في باريس، نابليون أخذها من إيطاليا، احتل صحيح. إيطاليا وأخذ طبعا. الموناليزا صحيح. يعني مسرقها. صحيح. إلى الآن في باريس موناليزا يعني استردوها أستاذ نداء، حتى الاسترداد عن طريق سرقة ما كانت بشكل رسمي، لأن الوقت داهمنا. أسأل بسؤال معين، بعض الكتاب والمخرجين والروائيين يحتاج في بعض الأحيان إلى الجنون في تقديم مادة معينة أو حتى الرؤية الإخراجية، في بعض الأحيان يحتاج الفنان إلى المشاكسة حتى يتعدى القوالب المعتادين عليها، خاصة في الفن التشكيلي نسمع هناك مدارس معينة توضع بقالب معين، هل يحتاج الإبداع إلى المشاكسة والجنون في بعض الأحيان وكسر القوالب المعتاد عليها؟ الآن انتهت المدارس. انتهت المدارس، انتهت هاي الانطباعية والتجريدية والواقعية والتكعيبية والسريالية، هاي كانت انتهت. انتهت، هذه هي من مسميات النقاد، يعني انطباعيين مو هم سموا روحهم انطباعيين، وإنما النقاد سموهم انطباعيين. وإذا تشوف المدرسة الانطباعية يعني كثيرين، موني وماني وسيزان ورينوار وفانكوخ وكثيرين، التكعيبية هم كذلك صاروا، ولكن يعني الآن الفنان بدأ يوجد نفسه، بعد ما يهمه أن يكون العمل ماله انطباعي أو تجريدي أو تكعيبي، إسقاطاته الخاصة بالضبط، يوجد بدأ يوجد نفسه من خلال العمل ماله. فانتهت هاي المدارس، الآن ماكو مدرسة، يعني ما أنت من تروح تشوف فنان مشتغل مقدم معرض أنت ما تحتاج تسأله يا مدرسة، لأنه ما يتبع مدرسة، ما له علاقة بالمدارس طبعا. نعم. استاذ نداء، نحن سعداء جدا
في برنامج بيت للكل بحضورك، وتشرفنا جدا. هاي فرصة لنا من كل الوطن العربي، يعني من دولنا جئنا حتى نشاهد هذه القامة العربية العراقية الشامخة. فكل شكر لهذه المعلومات القيمة ولهذا الفكر الرائع. شكرا جدا. شكرا. طبعا واسمحوا لنا أيضا نشكركم مشاهدينا، وأشكر زملائي في البرنامج الأستاذ خالد سكر اللي اليوم يعني سعدنا بوجوده في حلقتنا كمحاور وكمذيع، وأيضا الأكيد الأستاذ الشافكي وأحمد العزيز. شكرا لهذا التحضيرات أحمد. شكرا لأن نورتونا في بغداد وسعداء بهذا الجمال، وأيضا أستاذ خالد جمال اليوم في هذه الحلقة. شكرا. أما أنتم مشاهدينا برنامج بيت للكل اليوم، هذه الحلقة من قصر العباسي في بغداد، جئنا هنا بيت للكل لننقل للعالم أجمع ونقول عندما نتحدث عن الشموخ فإنما نتحدث عن العراق، وعندما نتحدث عن الإرادة فإننا نتحدث عن العراق. جاء بيت للكل هنا لنقول للعالم أجمع ها هو العراق ينهض من جديد. إلى اللقاء.